السلام عليكم، أتمنى تكونوا بخير متابعي الكرام. هذا الفيديو لكل الصبايا اللي يسألون عن المربى أو المعقود، لو سكر معاكم أو ثقل القوام ترموا. راح نشوف الحل مع بعض إن شاء الله. تابعوا الفيديو الأخير وما تنسوا اللايك والاشتراك، ونبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي كمية من مربى العنب تقريبا 5 كيلو، وسكر معي، سكر يعني حبيبات السكر تراكمت، وثقل عندي القوام. من الضروري انه نشوف حل، ما نرمي هاي النعمة. نحتاج الى طنجرة ننزل بيها كوبين من السكر وكوبين من المي بنفس الكوب اللي حطينا به السكر. راح أضيف شريحة ليمون وأرفعه على النار، تكون النار متوسطة، وأتركه على النار يغلي 5 دقائق تقريبا، كأننا نعمل الشيرة أو القطر. أكيد الصبايا يقولون إنه كمية القطر كثيرة بالمربى، فما في داعي نحط سكر مرة ثانية. من الضروري أعزائي نساوي الشيرة أو القطر ونضيفه للمربى حتى يخف عندي القوام، نتخلص من السكر المتراكم بالمربى. ما ينفع انه نضيف المي لانه راح يحمض عندي المربى وينزل. نزلنا كمية القطر، نخلطها مع بعض بهذا الشكل وارفعها على النار، تكون النار متوسطة. نستمر بالتحريك الا يغلي عندي المربى. مثل ما تلاحظون بلش المربى يغلي. من غلى بعد 10 دقائق راح أضيف له ملعقة صغيرة من ملح الليمون. بديل ملح الليمون ما ينفع أبدا، من الضروري ملح الليمون حتى ما يسكر معنا. من تظهر عندكم هاي الرغوة حاولوا أنه تتخلصوا منها. بعد ما ضفنا ملح الليمون نترك المربى على النار خفيفة 5 دقائق ونطفي النار. من الضروري أعزائي نترك المربى إلا يبرد، ونحتفظ بقطرميز يكون زجاجي، علب زجاجية. وحاولوا انه ما تغطوا الطنجرة لان راح يتحول البخار الى قطرات مي يحمض عندي المربى. مثل ما تلاحظون اعزائي ما شاء الله هاي عندي المربى خف قوامه وكثر القطر فيه، وتخلصنا من القوام الثقيل والسكر المتراكم بالمربى. وصفتنا خلصت لليوم، أتمنى تكونوا استفادتوا ولو بشيء بسيط. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.